نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب دورة تدريبية لطلاب الجامعات بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة. يهدف التدريب إلى تعريف طلاب الجامعة بالمبادرة الرئاسية ونشر ثقافة العمل التطوعي بين الشباب. تعريفاً بمبادرة حياة كريمة ودور العمل التطوعي، يأتي البرنامج التدريبي لمؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لطلاب الجامعات. من هنا بدأنا نستقبل المئات من مقترحات ومبادرات الطلاب المختلفة في كافة المحاور الخاصة بالمؤسسة، وعليه احنا صممنا البرنامج التدريبي للمؤسسة بحيث ان احنا نحط إطار تنظيمي وإطار عام لكل المبادرات الخاصة بالطلاب. استقبلنا طلاب في الأكاديمية الوطنية للتدريب، لحد دلوقتي احنا في الدفعة الثالثة من طلاب الجامعات، استقبلنا أكتر من 25 جامعة حكومية وخاصة. طبقا لدور المجتمع المؤسسة حياة كريمة وهدفها في نشر الوعي وتثقيف أكبر شريحة موجودة في المجتمع وهي شريحة الشباب، كان من ضمن أهدافنا إن احنا نستقطب جيل الشباب وخاصة جيل الجامعات وجيل المدارس لرفع الوعي المجتمعي ودمجهم في العمل التطوعي وتعريفهم بأهمية هذا العمل. كذلك هؤلاء الشباب تم تدريبهم على كافة الأمور المتعلقة بما بعد العمل الجامعي أو بما بعد الدراسة الجامعية من أمور تسويقية وأمور إدارة، إدارة مشروعات. مهتمين بالتدريب وبتبدأ تديهم المنح دي بحيث ان احنا نشجع الطلبة كلها ان هي تشتغل على نفسها اكتر في كل ترم عن الاول، والحقيقة انه ده يعني كان عامل ايجابي كبير جدا. يعني احنا دي اول مجموعة الحقيقة بندربها، وفي الاسبوع الجاي مجموعة تانية، ومش عايز اقول لحضراتكم معظم الطلبة في الكلية عندنا كلها عايزة تيجي البرنامج التدريبي لانه كلهم حسوا باستفادة زمايلهم بشكل كبير جدا. تضمن البرنامج التدريبي الذي يضم طلاب من جامعات المحافظات المختلفة تنفيذ ورش عمل وأنشطة تفاعلية متنوعة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. أقل حاجة فادتني جامد إن إحنا عندنا في الجامعة بنعمل برزنتيشنز كتير، فكان في دكتور موجود بيكلمنا إن إحنا إزاي نعمل برزنتيشن، هي دكتورة هيام الطباخ، علمتنا ازاي نبقى عندنا ثقه في نفسنا ونتكلم، وبصراحه كانت اكتر حاجه فايداني. كانت برامج كلها مفيده، كانت حاجات في حاجات جديده اول مره نسمعها وحاجات قبل كده واخدينها بس زودنا معرفه اكتر بيها. كانت البرامج طبعا اختلافها من امن المعلومات للتنميه البشريه لازاي تاهل نفسك لسوق العمل. المهارات اللي انا اتدربت عليها ان هم بيساعدوني ان بيعدوا قائد للفتره الجايه، وان هم بيساعدوني ان انا لما انزل اتعامل مع الناس اعرفهم زياده عن حياه كريمه. انا اتعرفت على حياه كريمه في الجامعه عندنا كتدريب، اتعرفت عليه من الجامعه، عرفته من الجامعه، الجامعه بعتته لنا. كمبادره حياه كريمه نفسها احنا كنا بندرس ماده اسمها سستينبل ديفلوبمنت تحت اشراف دكتوره ايمان رجب، هي عرفتنا على الماده دي، واحنا كنا عندنا بروجكت على مبادره حياه كريمه واخترنا الانفراستراكشر نتكلم عنها وننفذ بروجكت عنها ونعمل ريسيرش كبير عنها، وعلى اساسه عرفنا مبادره حياه كريمه. واول لما تبعت لنا اللينك بتاع التدريب احنا قدمنا فيه على طول عشان حسينا قد ايه حياه كريمه مهمه جدا. استفدنا من التدريب ده كتير جدا، ما كنتش متوقع ان هو يبقى حاجه بالشكل ده، كنت متوقع المستوى اقل من ده بكتير، فيعني هم خلفوا توقعاتنا. التدريب كان كويس جدا واستفدنا منه كويس جدا جدا. يأتي هذا البرنامج التدريبي سعيا من المؤسسة لنشر ثقافة العمل التطوعي وأهمية تعزيز الوعي لدى الشباب والنشأ من خلال تنظيم عدة مسابقات وعروض تقديمية وورش عمل بمشاركة الطلاب.